مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاتنين. طبعا مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظهر قدامكم على الشاشة. كلمونا طبعا طول الحلقة وسألونا على أي حاجة حابين إحنا نجاوب عليها. أول حاجة النهاردة عاملين وصفة حلوة قوي كلها كده برضو على بعض، ممكن نعملها يعني نغير كده الرز والحاجات اللي احنا متعودين عليها. هنعمل لسان عصفور كده بالفراخ والسبانخ، طعمهم حلو جدا جدا. تعالوا نشوف مقاديرهم ايه. عندي فراخ بلسان عصفور وكريمة السبانخ، محتاجين لسان عصفور، وعندي كمان بصل متقطع، وعندي ثوم مفروم، وعندي كمان صدور مخليه متقطعه مكعبات كده يعني وسط، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. وسبانخ حتى لو مجمد هستخدم شويه او كيس على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. وعندي كمان حوالي يعني ربع كوبايه كريمه، نص كوبايه كريمه اللي متوفر عندكم، وكوبايتين من المرقه، وملح وفلفل اسود، ومعلقه نشا، وثلاث معالق كبار جبنه موتزاريلا. هقول تاني المقادير. عندي لسان عصفور، وعندي كمان بصل متقطع، وعندي ثوم مفروم، وصدور فراخ هكون مقطعاها مكعبات، وعندي كمان سبانخ، وكريمه حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه لو انتوا حابين يعني تزودوا او تقللوا، وعندي كمان كوبايتين مرقه فراخ، وملح وفلفل، ومعاهم برضو معلقه نشا، وثلاث معالق كبار جبنه موتزاريلا. تعالوا كده ايه واحده واحده كده ايه نبدا ان احنا نشتغل. اول حاجه عندي لسان العصفور، هبدا ان انا احمره اهو بالشكل ده، او لو احنا شايلينه زي ما احنا متعودين نشيله متحمر بكده او كده اللي انتوا عايزينه، هسيبه كده يتحمر تمام في شويه زيت في شويه سمنه اللي انتوا عايزينه. طالما هنستخدمه على طول حطوا له عادي دهون مفيش مشكله. في الصينيه الثانيه هبدا ان انا اشوح الفراخ، هبدا كده احط شويه من الزبده، احط عليهم الفراخ هديها كده ايه تشويحه بالشكل ده، خلي الفراخ كده كلها تتشوح كويس جدا. عايزه الفراخ تتشوح وتتحمر حلو جدا، يعني مش عايزه استعجل على الموضوع ده. اهو بصوا اهو كده بالشكل ده، هبدا احط بس ملح وفلفل واسيبها تتحمر كده، اوزعها بالشكل ده، شويه ملح شويه فلفل اسود، واقلب لسان العصفور عشان يتحمر معايا. الشكل ده كده، واقلب في الفراخ لحد ما كلها تتحمر. اهو مع الملح والفلفل كده بالشكل ده، ابدا بقى احط البصل، بصلايه كده صغيره تخرطوها تضربوها في الكبه تبشروها اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله خالص. هبدا اشوح كده كل الكلام ده كده مع بعض، اديله تشويحه، هاخد سن الثوم مش كتير لان انا هستخدم الثوم تاني مع السبانخ، فيعني سن الثوم كده خفيفه اهو بالشكل ده، لحد ما الفراخ عندي تتحمر مع البصل والثوم كويس جدا، وحطيت الملح والفلفل تمام كده. شيل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها، تقولي حاجه ماشي مفيش اهو. نقلب كده لسان العصفور بالشكل ده، لحد ما كله يتحمر
طبعا الكميات بقى اللي انتوا عايزينها، يعني اتحكموا عايزين كميات قد ايه زي ما انتوا حابين براحتكم خالص. واشوح في الفراخ اديها كده وقتها، ما اقلبش فيها كتير عشان تتحمر معايا وتبقى كويسه جدا. اديني البايركس المربع ده بعد اذنك. تمام، عندي بقى هنا الثوم والسبانخ والنشا والكريمه والمرقه، دول هعمل بيهم كريمه السبانخ، هوريكم حالا هعملها ازاي بعد ما الفراخ تتحمر شويه. ام حبيبه صباح الفل. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ منوره الدنيا كلها. الله يخليك، تسلمي يا حبيبتي. والله تسلمي، والله انا بحبك جدا جدا. تسلمي يا حبيبه قلبي، والله ربنا يخليك. ممكن اسال حضرتك سؤال بس؟ اتفضلي. طبعا حاضر. بالله عليك انا هعمل النهارده المكرونه الوايت صوص. حاضر. اللي هي بصوص ابيض بس مش بالكريمه. حاضر. انا هعمل، قولي لي بس على مقدار كيلو المكرونه هتحط قد ايه دقيق ولبن. حاضر عينيا. بالله عليك. حاضر والله هقول لك. عينيا. حاضر يا حبيبتي. بصوا احنا كده الشعر لسان العصفور بيتحمر، الفراخ برضو عايزاها تتشوح كويس قوي كده مع البصل والثوم والكلام ده كله، مش عايزه استعجل فيها، عايزاها تتحمر تحميره كويسه عشان هشيل الفراخ بالبصل والثوم في طبق وابدا اعمل كريمه السبانخ في نفس المكان. تمام. طيب تعالوا نجاوب على المكرونه الوايت صوص من غير كريمه، هنعملها ازاي؟ اولا عندك كيلو مكرونه هتسلقيهم وتقومي مصفياهم وغسلهم غسله وحط عليهم شويه زيت كده مفلفلاهم وشويه ملح وفلفل اسود وتحطيهم على جنب. خلاص. طيب هتبداي بقى تجيبي حله او طاسه او صينيه كبيره اللي انت عايزاه، وهتبداي تحطي مكعبين ثلاثه كده من الزبده ومعاهم شويه زيت. خلاص. بعد كده هتحطي حوالي 4 معالق من الدقيق وتقلبي كل الكلام ده كده مع بعض، وممكن تحطي معاهم كمان فص ثوم مفروم مع الزبده قبل ما تحطي الدقيق، بالطعم برضو بتدي طعم حلو جدا. وبعد كده تخلي الدقيق والزبده او والزيت كمان اللي معاهم يعني يبقوا سايبين كده شويه. خلاص. بعد ما تقلبي حوالي 30 ثانيه هتبداي ان انت تحطي حوالي 5 كوبايات من الدقيق، من المي، من اللبن سوري، ومعاهم مكعبين من المرقه. المكعبين بتوع المرقه بيدوا طعم حلو جدا، وخصوصا لو انت مش هتستخدمي كريمه، بتفرق جدا 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 في الطعم. معاهم مكعبين من المرقه ورشه فلفل اسود ورشه جوزة الطيب. تمام. ممكن كمان تضيفي اي نوع جبنه كريمي لو حابه. وبعد كده تقومي مقلبه كل الكلام ده مع بعض، وخلي دايما القوام خفيف، ما تخليهوش تقيل عشان لما تحطي المكرونه كمان لسه يعني هتاخد من النشا اللي موجوده في المكرونه. خلاص. يبقى انت ممكن ال5 كوبايات اللبن دي ممكن تخليهم 4 وتاخدي كوبايه من ميه سلق المكرونه، برضو بتربط معاكي وتبقى حلوه جدا. اهم حاجه الصوص بتاعك ما يبقاش تقيل، ما يبقاش يعني زي البشاميل كده، لا يبقى اخف منه. تمام. 4 معالق ممسوحين. تمام. على برضو 4 معالق من الدهون، زبده او زيت مع بعض، ويفضل ان انت تبقي تمكسي زبده وزيت، انا بحب يبقى الزيت اكتر كمان عشان يعني بيدي كده للقوام للصوص حلو جدا. جنى صباح الفل. الو. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. دايما يا رب. اتفضلي يا حبيبتي. عايزه طريقه الكفته. حاضر عينيا. الفراخ. حاضر. هقول لك كفتة الفراخ. حاضر. تسلمي يا حبيبتي. حاضر. بصوا بقى الفراخ اتحمرت ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. لسان العصفور برضو هرفعه من على النار، لان هو خلي بالكو الحلة بتفضل سخنة فبتفضل تحمر في لسان العصفور او في الشعرية لو احنا بنحمر. اهو كده تمام قوي، هرفعه خلاص من على النار وهسيب يعني الباقي دول ايه الحلة اهي ياخدوا سخونيه الحلقه. تعالوا بقى ايه، هبدا ان انا اجيب الطبق ده. استاذ حسين صباح الفل، واشيل كل الفراخ اللي عندي. ازاي حضرتك؟ ايوه صباح الفل يا استاذ. صباحك جميل، اخبار حضرتك ايه؟ زي حضرتك الحمد لله. كله زي الفل والله، دايما يا رب دايما. صباح الروائح وصباح الاكلات الحلوه. الله يخليك. الله يخليك. تسلم يا استاذ حسين. تسلم ايدك والله يا شيخ اسماء، ربنا يبارك في حضرتك. مستعدين دخول موسم الشتاء، هو الصيف قرب يخلص. ايوه ايوه احنا بنحب الشتاء اكتر. اه طبعا اكيد الدنيا كمان عندكم يعني الله يكون في العون، يعني اكيد بتبقى
حر ازيد كمان من القاهره يعني. الحمد لله يعني الحمد لله. الايام دي ابتدى الجو يتحسن شويه. طب حلو يعني. الحمد حلو لله. دايما يا رب. الشهور اللي فاتت الحمد لله الحمد لله. عايزين تقول لنا بلح الشام يا شيف بطريقه حضرتك كده. عينيا. حاضر حاضر. الله يخليك. ماشي شكرا جدا. الله يخليك. تسلم. بصوا بقى احط شويه زيت وزبده كده واحط شويه ثوم مفروم. تمام الشكل ده كده. واحط السبانخ. تبدا كده تتشوح. هجيب بقى لسان العصفور وابدا احط عليه. بص انا عايزه بس ايه السبانخ تديها تشويحه كده. وهبدا احط عليه الملح بتاعي. مش هزود اكتر عشان عندي مرقه. وهبدا ان انا ايه افلفله كده بشويه مرقه. تمام. هكمل بميه بارده عشان انا هدوب نشا فمش عايزه الميه تبقى سخنه قوي عشان نشا ما تكلكعش. هبدا كده اشوح السبانخ مع الثوم والزبده والزيت والحله بتاعت لسان العصفور. هغطي كده لسان العصفور بالمرقه. اجيب لها غطا اخلي بس ايه يا دوب لسان العصفور يعني ايه يتشرب كده. اميره صباح الفل. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ عامله انت يا عسل؟ كله زي الفل والله يا حبيبتي كله جميل. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك يا حبيبتي تسلمي لي. عندك كده طريقه محشي والنبي تكون حلوه كده وفخمه شويه. محشي؟ فخمه شويه. ممكن تعملي محشي البصل؟ اتفرجتي علينا لما عملنا محشي البصل؟ لا معلمه. حاضر حاضر يا حبيبتي عيني هقول لك. حاضر ماشي شكرا يا حبيبتي. اهو بصوا خدت شويه المرقه دول حطيت بس عليهم ميه بارده. حط عليهم النشا وهدي تقليبه كده. وابدا ان انا احط كده. حط عليهم كمان الكريمه. اهو الشكل ده. تمام. حط عليهم شويه فلفل اسود. انا عايزه يعني اهدي النار شويه او ممكن انقلها هنا. هحط عليهم الفراخ. الفراخ بقى بالبصل بكل الكلام ده اهو. وهبدا اقلب وهحط عليهم كمان لسان العصفور لما يتشرب. وهقلبه واقوم مدخلاه بقى الفرن كده في بايركس. وحط عليه 3 معالق كده من الجبن. بصوا انا يا دوب ما زودتش ميه غير يا دوب غطيت لسان العصفور عشان اعمله نص سوا كده عشان لما ينزل مع الكريمه يكمل سوا. يلا تعالوا بقى ايه نبدا نحط لسان العصفور اهو الشكل ده كده. هقلب بقى لسان العصفور مع كريمه السبانخ مع الفراخ كله كده مع بعض. بتطلع طعمها خطير مش قادره اقول لكم طعمها حلو ازاي بيبقى. فراخ مع لسان عصفور مع كريمه السبانخ. احنا حاطين مرقه كمان فمطعمه الموضوع جدا. هبدا بقى ايه اجيب بايركس. شهد صباح الفل. ازيك يا استاذه اسماء؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ منوره الدنيا كلها والله. الله يخليكي تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي والله. الله يخليكي. اتفضلي انا معاكي. كنت عايزه بس اعرف طريقه البشاميل ازاي. حاضر عينيا يا حبيبتي. ربنا يخليكي. شكرا يا حبيبتي. تسلمي لي. بصوا هجيب بقى البايركس بتاعي واحط لسان العصفور بكريمه السبانخ بالفراخ كلها كده على بعض. تاكل بقى بالمعلقه مش قادره اقول لكم. ممكن تحمصوا عيش جنبها كده تبقى حلوه جدا.
هوزع كده بالشكل ده، وهبدا احط شويه جبنه كده فوق الوش اهو. مش لازم اغطي الوش حتى كله بجبنه كده، حاجه بسيطه. اهو مهاني، صباح الفل. صباح الجمال حبيبتي، الله يخليكي، والضحكه الجميله. تسلميلي يا روحي والله، بالشياكه والاخر حبيبتي. الله يخليكي يا رفع قلبي، الله يخليكي انت كمان والله. الحمد لله يا رب. انت عامله ايه قولي لي؟ الحمد لله الحمد لله. عملوا فيكي ايه الويكند اللي فاتت؟ تحكي لنا. لا ما قلتيش. جالك كام واحد الويكند اللي فات؟ لا كانوا شويه يعني، كانوا 8 بس. طب الحمد لله. لا كده تمام، متسيطر عليهم العدد ده. جايين بقى الاسبوع ده بس برضو اقل بقى شويه. خلاص كل مدى بقى خلاص بيودعوا. انا هقفل يا جماعه الساعه. ايوه ايوه خلاص كل مدى المدارس قربت بقى. خلاص كل سنه وانت طيبه. انت طيبه حبيبتي وبخير. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. انت كويسه حبيبتي؟ كله زي الفل والله يا حبيبتي الحمد لله. صبحي لي على اللي عندك كلهم. صباحك زي الفل. صباحك زي الفل. حبيبتي نهارك زي الفل. الله يخليكي. تسلمي لي. تسلمي لي يا مويني. صباحك جميل. مع السلامه. احنا كده خلصنا اول وصفه، عملنا لسان العصفور بكريمه السبانخ والفراخ بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه زي ما انتم شفتوا.